للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة السيد نبراس محمد طالب، الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة. أهلا بك سيد نبراس في نشرة أخبار الثالثة، نشكرك على قبول الدعوة. انطلقت حملة التستر التجاري في عام 2021، ما هي آلية عمل هذه الحملة؟ السلام عليكم ورحمة الله. طبعا في البداية أحب أني أؤكد أن حملة التستر التجاري هي حملة مشتركة، لأن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب عمل وجهد جميع الأطراف بما في ذلك الجهات الحكومية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأصحاب السجلات التجارية، وأيضا المستهلك. وهذه الحملة هي تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء. وهذه يبين حرص الحكومة على ضمان وجود بيئة تنافسية عادلة في القطاع التجاري. تم اتباع آليتين لمكافحة التستر التجاري، الأولى التوعية عن طريق الحملات الإعلامية، والثانية الرقابة عن طريق حملات التفتيش. إذا نتكلم أول شيء عن التوعية، قمنا بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين على بيان مشترك وأيضا محاضرة عنوانها التستر التجاري، وكل الشكر لغرفة تجارة وصناعة البحرين لأنها هي شريك أساسي في هذه الحملة. قمنا أيضا بالمشاركة في سلسلة حلقات على تلفزيون البحرين عنوان اقتصاد الظل للتوعية، وأيضا لنقل تجارب واقعية تبين أثر التستر التجاري على أصحاب السجلات التجارية وأيضا على المستهلكين. هذه طبعا بالإضافة إلى الأخبار الصحفية، الإعلانات على الطرق، وأيضا رسائل توعوية عن طريق التواصل الاجتماعي. الآلية الثانية اللي هي التفتيش والرقابة، قمنا في البداية بحصر عينة من السجلات التجارية، وتم الكشف على أكثر من 1300 سجل تجاري تم زيارته، وتم الاشتباه في بعضهم، وتم تحويل بعضهم إلى النيابة العامة. ولكن أحب أؤكد وأنوه أن قبل اتخاذ أي إجراء تو توعيتهم وأيضا إعطائهم الفرصة والمهلة لتصحيح أوضاعهم. نعم سيد نبراس محمد طالب، الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.